My name is Tijani Benjema. I am the executive director of the Mediterranean Federation of Internet Associations. Here in ICANN, I am the vice chair of ELAC and member of AFRALO. كيف وجدت ICANN 59 بشكل عالم وأنشطة أفرالو؟ أوجدت هذا الاجتماع مهم جدا. كان اجتماع دسم جدا لأنه جبنا من كل أنحاء أفريقيا كل ممثلي الـALS تبعنا، وبالتالي كان اجتماعا دسما. كان عندنا كثير من الأنشطة، أنشطة خاصة بأفرالو وأنشطة عامة مع في ICANN بشكل عام وفي ELAC بشكل خاص. بالتالي كان اجتماع طويل رغم قصر المدة، فكان فيه كثير من الاكتيفيتيز، كثير من النشاطات، في كثير من النشاطات. ما هي التحصينات التي تتولان طريق للمسار ايضا في جهل محشال كتك افضلك ILS؟ ما هي التحصينات؟ Speak up. ما هي التحصينات التي تتولان طريق للمسار ايضا في جهل مشارش كتك افضلك ILS؟